منذ اليوم الأول يمارس مجلس النواب الليبي مسؤوليته لإخراج البلاد من الأزمات السياسية والاقتصادية التي تعصف بها بصفته السلطة التشريعية المنتخبة منذ العام 2014 والمعترف بها دوليا. كما منح المجلس الجيش الليبي تفويضا لمحاربة الإرهاب وحصر السلاح بيد الدولة. المزيد في التقرير التالي. مجلس النواب الليبي يعد السلطة التشريعية المنتخبة منذ أغسطس عام 2014، وتم تشكيله بموجب إعلان دستوري، كما حظى باعتراف دولي واسع منذ اليوم الأول لانعقاده. الناخبون الليبيون حملوا مجلس النواب مسؤولية إخراج البلاد من الأزمات السياسية والاقتصادية، واختاروا ممثليهم بالاقتراع المباشر في انتخابات رفضوا فيها منح الثقة لمرشح التيارات المتطرفة مثل جماعة الإخوان الإرهابية والتحالفات التابعة لتنظيم القاعدة مثل أنصار الشريعة ومجلس شورى ثوار بن غازي وغيرها. وفي أكتوبر عام 2015 وافق ممثل الشعب الليبي على تمديد ولاية مجلس النواب لحين انتخاب هيئة تشريعية جديدة طبقا للدستور النهائي للبلاد، كإجراء وقائي من شأنه أن يضع البرلمان في منأى من الضغوط السياسية وممارسة مهامه الرقابية والتشريعية بشفافية. ومنذ اليوم الأول مارس مجلس النواب الليبي برئاسة عقيل صالح مسؤولياته لإخراج البلاد من عنق الزجاجة والحفاظ على السيادة الليبية. ومنح المجلس الجيش الليبي تفويضا لطرد الميليشيات الإرهابية وحصر السلاح بيد الدولة والحفاظ على ثروات البلاد من النهب والسرقة. كما شارك بفاعلية في المؤتمرات الدولية الخاصة بليبيا للتوصل إلى اتفاق ينهي الانقسام السياسي. وحتى اللحظة يواصل مجلس النواب الليبي عمله وفصوله التشريعية، ولا يجوز أن يأخذ أي قرار صفته الدستورية والقانونية إلا بموافقة أعضائه.